بعد أن فازت المدينة المنورة بلقب عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017 لتكون محطة تاريخية جديدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، تخاطب هيئة السياحة والآثار السعودية في مؤتمر صحفي تعقده اللجنة المنظمة لهذا المناسبة في هذا المساء بحضور العديد من الجهات المعنية ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على البرامج ورزنامة الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث الذي تشهده المدينة المنورة على مدى العام الجاري 2017. وستشهد المدينة المنورة في هذا العام برامج وفعاليات متنوعة في مختلف المجالات وموجهة لكافة شرائح المجتمع العربي والإسلامي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف موفد مركز الأخبار إلى المدينة المنورة الزميل صالح يوسف. مساء الخير صالح، ما هي طبيعة هذا المؤتمر الذي تنظمه هيئة السياحة والأثار بالمملكة العربية السعودية؟ أهلا بك زميلي عمار، بداية أمسي عليك بالخير زميلي وعلى جميع المشاهدين. هنا في المدينة المنورة ذات الآثار والتاريخ الإسلامي تستعد لتنطلق في فعالياتها كعاصمة للسياحة الإسلامية. وطبيعة مؤتمر اليوم هو مخصص لوسائل الإعلام المرئية والسمعية وأيضا المطبوعة. هنا في المدينة المنورة يتواجد ممن يمثل الدول العربية والإسلامية لتغطية ما سيخرج به هذا المؤتمر الذي سينطلق بعد ما يقارب ساعة من الآن. ويتواجد أيضا عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة من الهيئات والمؤسسات المعنية بالسياحة والآثار وغيرهم الكثير من الشخصيات البارزة من السياسيين أيضا. المؤتمر حقيقة يسلط الضوء على رزنامة الأنشطة التي تنظمها هيئة السياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية. والمؤتمر أيضا يهدف لتعريف وسائل الإعلام عن ماهية هذه البرامج، كما يمثل المؤتمر الانطلاقة الإعلامية والبداية لتدشين المدينة المنورة كعاصمة للسياحة الإسلامية. نعم الزميل صالح، ما هي أبرز البرامج والفعاليات التي سوف تقام لهذا العام كون المدينة المنورة هي عاصمة السياحة الإسلامية؟ نعم، في الواقع تحضر هيئة السياحة والآثار بالمدينة المنورة 10 برامج رئيسية بمجموعة فعاليات تصل إلى أكثر من 100 فعالية موجهة لجميع أفراد الأسرة، للأطفال والرجال والنساء. وهذه الفعاليات تقام في 63 موقع تقريبا، وتضم هذه البرامج 19 فعالية سياحية و14 فعالية رياضية شبابية و13 فعالية تفاعلية مثل المهرجانات والندوات والمسابقات. وأيضا 7 أنشطة نسائية و6 برامج للأسرة و17 معرض و26 فعالية ثقافية. كل هذه البرامج بما فيها من ترفيه ورياضة وثقافة وما تحتويه من جوانب دينية واجتماعية كلها تصل في إبراز هذه المدينة النبوية المباركة، وأنها بالفعل تستحق أن تكون عاصمة للسياحة الإسلامية، بالرغم من أن المدينة المنورة يعني لا تحتاج من يروج لها، فهي بحد ذاتها معلم بارز بين الدول الإسلامية. الزميل صالح يوسف موفد مركز الأخبار للمدينة المنورة، شكرا جزيلا لك.